السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض النهاردة نفرز الفراولة، ومعايا هنا 2 كيلو من الفراولة. الفراولة عندنا هنا ب6.5، قلت بقى احنا نفرز كده شوية عشان نعمل شوية عصاير برضو في رمضان. عندك هنا اهو الفراولة، خلاص انا نضفتها، وعندك اهي بقت حلوة، ولازم تختاري الجامدة ناشفة وما تكونش فيها اي حاجة طرية اهو. وهي حلوة ما شاء الله، انا سبتها لحد ما خلاص نشفت كده اهو، خالص كده اهو على الصفاية. وعندي هنا بقيت الكمية اهي. دي طبعا اللي هي هتلاقيها بس عاملة كده، انا حبيت اخلي دي اهي. بص دي كده خلاص مستوية، انا هشيلها. وعندك هنا بقى اللي هي هي فيها حتة كده مستوية اهي، بس عاملة ازاي، بصي دي بقى هضربها ومش هشيلها، يعني مينفعش تخزنيها وهي كده. وهحطها في الاكياس بقى واوريها لك. هنا جايزة معايا الاكياس بتاعتي، وخلاص كده بقى هي دي الكمية. انا هطريها على حسب الكمية اللي انت عايزاها في كل مرة، الكمية دي مناسبة لنا. هتعمليها بقى باللبن، هتقطعيها على تورتة، عايزة تشكلي بيها، تزيني، تعملي بيها عصاير، تعملي بيها مربى، زي ما تحبي. بس هتبقى جاهزة معاكي اهو. وطبعا الكمية دي بقى خلاص زي ما قلتلكم هنعملها دلوقتي بقى، وهنشربها باللبن. وتفضلوا معانا بقى فراولة، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبصحة وسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسنيش في لايك والاشتراك للفيديو علشان خاطر تدعموا قناتي، ومتشكرة جدا لكم. السلام عليكم ورحمة الله.